أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسسكو أهمية بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل. يأتي ذلك ترسيخا للقيام بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة بمجتمعاتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. ودعت الإسسكو بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب جميع الدول إلى العمل المشترك لتكثيف الجهود على المستويين الوطني والدولي للاستثمار في مهارات وقدرات الشباب وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والتدريب المهني ومع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشباب.